لما بتنظلم بتحس ان نار قايده جوه قلبك، وخصوصا لو الظلم ده جه من اقرب الناس ليك واللي انت كنت مأمنهم قوي. علشان كده انا جاي احكي لكم قصتي، ويا ريت محدش يتهجم عليا هو لحد يحكم عليا غير لما تسمعوها للاخر، لان فعلا اتظلمت وكل حاجه عملتها بعد كده كانت عباره عن رد فعل لكل اللي اتعمل فيا، مش اكتر من كده. فيا ريت بلاش تجريح وحطوا نفسكوا مكاني قبل ما تحكموا عليا. اولا انا كنت بحب شخص لدرجة الجنون ويتقدم لي، واهلي ما كانش اي حد منهم موافق. فضلت معندق وعملت حاجات كتير قوي لحد ما ابويا وافق واتخطبت له 3 سنين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حكاية جديدة بقلم الكاتبة المبدعة هبة رمضان. رؤية كانت قاعدة بتتكلم مع أبوها وأمها، وأبوها بيقول: بصراحة يا بنتي أنا مش فاهم بس إيه إصرارك على الشاب ده بالذات. أنا شايف إنه ملوش مستقبل، ده غير كمان إن أخلاقه مش مظبوطة، ده إنسان غير سوي، وأنا واثق إنك عمرك ما هترتاحي معاه وعمره ما هيقدر يكون أمين عليكي، وده سبب رفض الرئيسي ليه. ده مجرد بس انه واقف في جوز محلات لاخوه، يعني اخوه الكبير هو اللي معاه الفلوس، وايه ده بقى الدلوعه بتاعهم. ده اخوه الكبير لسه ما اتجوزش وهو بيشتغل تحت ايده، عايز يتجوزك ببلاش يعني. ارجوك يا بابا، ارجوك لو بتحبني يبقى لازم توافق. انا مش هكدب على حضرتك واقولك ان انا مرتاحاله والكلام ده، لا انا هقولك الصراحه، انا بحبه جدا، بحبه لدرجه اني ممكن اموت نفسي من غيره. الأم ردت وقالت: تموتي من غيره ده ايه يا بنتي يا رؤية؟ بطلي الكلام العبيط بتاعك ده، الدنيا يا حبيبتي ما بتقفش على حد، وبكرة لما تتخطبي لواحد غيره هتعرفي ان احنا كان عندنا حق ان احنا رفضناه، وتقدري تنسيه بكل سهولة. لما يبقى ليكي حياة تانية هتعرفي ان اللي انت فيه ده كله مجرد اوهام مش اكتر. يا ماما يا ماما مش هقدر ارتبط بحد غير حمدي، انا حاسة ان هو الانسان الوحيد اللي هيقدر يساعدني. واعملوا حسابكم بقى، لو انتوا ناويين ترفضوه يبقى انا مش هتجوز ابدا، وهفضل قاعده بقيه حياتي ابكي على الفرصه اللي انتوا ضيعتوها مني. خلاص يا رؤية، خلاص يا ام رؤية لو سمحت اسكتي. خلاص يا بنتي انا هنفذ لك كل اللي انت عايزاه، بس انا عايزك تفتكري ان انت اللي اخترتي، لان انا واثق انه انسان معدوم الاخلاق والمسؤوليه، ومستحيل هيقدر يبقى راجل ولا يفتح بيت، ومستحيل كمان هيكون امين عليكي. لكن انا هوافق عشان خاطرك انتي، ما انتي عارفة احنا ما طلعناش من الدنيا غير بيكي، وسعادتك اهم حاجة في الدنيا. وفعلا حمدي جه واتخطبنا، هو جاب لي تقريبا شبكة اي كلام اقل من كل بنات العيلة، جاب لي دبلة ومحبس وانا رضيت بيها، وكنا سعداء قوي مع بعض. مرت على الخطوبة 3 سنين لحد لما فجأة لقيته اتغير في التعامل والكلام، عشان يفسخ الخطوبة من غير ما يسيب الذهب عمل حركة غبية خلاني ما بقتش عارفة اتصرف. ساعتها لقيت صوري نازلة على الفيسبوك ومحادثات كتيرة قوي ما بيني وما بينه، اتصلت عليه جالي على طول. قلت له: انت زي حمدي تنزل صوري على الفيسبوك؟ انت مش عارف ان بابا منع ان صوري تنزل على الفيس؟ افرض حد خدها وركب عليها صور مش كويسة، هيبقى منظري ايه وشكلي وسمعتي هتبقى عاملة ازاي في البلد؟ انت ناسي يا حمدي ان احنا في بلد ارياف؟ انت ازاي تعمل كده؟ انت المفروض خطيبي والمفروض تخاف عليا. انا ماليش ذنب، ده التليفون بتاعي اتسرق امبارح والفيس كان مفتوح عليه، هتلاقي بقى اللي سرقه هو اللي نزل صورك والمحادثات دي كلها، انا مستحيل اعمل حاجة زي كده، ما انت عارفة يا رؤية ان انا بحبك. اتسرق؟ انت بتكذب عليا ولا بتكذب على نفسك؟ تليفون ايه اللي اتسرق يا حمدي؟ ما التليفون في ايدك اهو وانا مكلمك عليه النهاردة الصبح، يبقى ازاي اتسرق؟ المفروض لو انت جاي تكذب وتقول ان التليفون اتسرق المفروض ان انت تخبيه، مش جايبه معاك وجاي تقوله انه اتسرق. هو انت مفكرة يعني ان انا كنت هسيب اللي سرق التليفون يتهنى بيه؟ ده انا دنتني طول الليل الاف لحد ما رجعته، انا عمري ما احب اسيب حاجتي مع حد تاني ابدا. حمدي انت كداب يا حمدي، الصور نازلة على الفيس امبارح بالليل، يعني انت عايز تفهمني انه اتسرق منك امبارح بالليل واللي سرق ونزل الصور وانت قدرت ترجعه النهاردة كده بكل بساطة؟ بصراحة موضوع ما يدخلش دماغ عيل صغير.
بقولك ايه، هو انت هتعاقبيني على غلطتك انت؟ انا ماليش ذنب، اللي حصل ده انت السبب فيه. بقولك ايه، الموضوع في الاول وفي الاخر انت الوحيده اللي غلطانه فيه. انا راجل يا اختي وما عليش غلط وما عليش اي حاجه. مش فاهمه انت بتتكلم عن ايه يا حمدي، انا اللي غلطانه ازاي يعني؟ انا ما عملتش حاجه، والصور نازله على الفيسبوك من تليفونك ومن ايميلك انت، وكمان صور وانا بلبس البيت ما تنفعش حد يشوفها. ايوه يا اختي انت اللي غلطانه، انت لسه خطيبتي ما بقتيش مراتي، ازاي تبعتي لي صور وانت بهدوم البيت بالشكل ده؟ كان المفروض لما اطلب منك حاجه زي كده ترفضي عشان حتى تكبري في نظري، مش اول ما اقول لك ابعتي لي صور بهدوم البيت تتصوري وتبعتي على طول. بصراحه كده من ساعه الموضوع ده وانا حسيتك رخيصه، ما بقتش شايفك رؤيه بتاعت الاول. اخص عليكي يا حمدي، انا عملت كده عشان اراضيك، عشان بحبك، ده غير كمان اني واثقه فيك جدا، ما كنتش اتخيل ان انت تشوفني رخيصه وقليله الكرامه كده. طب اقولك على حاجه، خلاص ما تزعلش، بس ارجوك يا حمدي طالما رجعت الموبايل ادخل امسح صوري اللي على الفيس كلها، وامسح المحادثات اللي بينا، ونتمنى من ربنا ان محدش يكون خد باله منها. طب خلاص خلاص، انا هبقى امسحها بالليل، اصل انا لازم امشي دلوقتي ورايا مشوار مهم، ولما اروح البيت بالليل اوعدك هبقى امسحها. يلا سلام بقى، عشان انا مش فاضيلك بصراحه، ومش فاضل الكلام الكتير والرغي ده. ويسابني وامشي، ومن بعدها ما بقاش يجي عندنا كتير، بقى تليفوني ما ببطلش رن كل شويه، الاقي شباب بتكلمني، ما كنتش عارفه بيجيبوا ارقامي منين، ولا كنت عارفه اتصرف ازاي. كنت عماله رن على حمدي لحد ما اخيرا رد عليا. انت فين يا حمدي؟ برن عليك بقالي كذا يوم وانت ما بتردش عليا، هو انت مختفي فين الفتره دي كلها؟ في حاجه مهمه قوي كده بعدك عني؟ بقول لك ايه يا حمدي، انا في مصيبه، في مصيبه كبيره قوي، وعايزاك النهارده ضروري، ارجوك تيجي، الموضوع اللي انا عايزاك فيه ما ينفعش في التليفون. خلاص يا رؤية، انا كمان عايزك في موضوع مهم قوي وما ينفعش في التليفون، وبصراحه كنت ناوي اجيلك النهارده، وعايزه ابوكي كمان، عايزه ابوكي في كلمتين مهمين قوي، لو سمحتي خليه يستناني، بلاش يخرج ويسيبنا زي كل مره. وقفل السكه مباشره حتى من غير ما ارد عليه، وفعلا قلت لبابا على اللي حمدي قاله، لكن لقيت بابا بيرد عليا بكسره نفسي وبقول لي خلاص يا بنتي، انا اصلا ما كنتش هخرج من البيت، هو انت شايفه اني بقى لي عين اخرج من البيت بعد ما صورك وارقام تليفوناتك بقت على كل تليفونات شباب البلد؟ انا نفسي اعرف بس الصور والارقام دي انتشرت ازاي بالطريقه دي، انا بنتي بقيت اسمع الناس بتجيب في سيرتي وتتغمز عليا وانا ماشي. امي ردت عليه وقالت بقول لك ايه يا ابو رؤيه، انا واثقه يا اخويا في بنتي، بنتي متربيه صح ومستحيل تعمل حاجه غلط، مستحيل تكون هي اللي بتكلم الشباب دولي ولا هي اللي مديهم رقمها، انا بنتي يا اخويا متربيه وانا عارفه تربيتها كويس قوي. للاسف للاسف يا ام رؤيه، طلعنا ما عرفناش نربي، لان بنتك لو متربيه ما كانتش بعتت صورتها وهي بهدوم البيت لعريسها بحجة ان هي واثقه فيه، وانا وانتي للاسف علينا برضو غلط، لان احنا كنا واثقين ان احنا مربيينها كويس، عشان كده كنا سايبينها براحتها، اهو سبب ثقتنا فيها دي وثقتها في خطيبها، اهو راح ووزع صورها على كل الشباب وخلى سمعتنا زي الزفت في البلد كلها، والناس بقت بتتكلم وتتغمز علينا. يا بابا ارجوك، حمدي مستحيل يعمل كده، ده تليفونه اتسرق يا حرام، ده كان زعلان جدا وهو بحاول يخلي الشباب تمسح الصور دي، بس معرفش طبعا يعمل كده، ده غير انه حاول كتير قوي لحد ما رجع تليفونه اللي اتسرق، وكل ده عشان خاطري انا. حضرتك هتشوف ازاي هيقف جنبي لما يعرف اللي حصل، انا واثقه انه مستحيل يتخلى عني ابدا. هو انت لسه عايشه في الوهم ده يا بنتي؟ ما تفوقي بقى، انت بتكذبي علينا ولا على نفسك؟ خطيبك هو اللي موزع الصور دي على كل الناس، قال تليفونه اتسرق، هو في حد يا بنتي؟ تليفونه بيتسرق بالليل والصبح بيعرف يرجعه؟ يا بنتي الكلام ده كله كذب وافتراء، واحنا خلاص سمعتنا بقت على كل لسان، وبعدين هنروح بعيد ليه؟ الميات كاتب الغطاس، اديني مستني سي حمدي بيه خطيبك لما اشوف هيجي يقول ايه، ويقول ايه في الكلام اللي داير في البلد.
بإذن الله يا بابا هيجي، أنا واثقة إنه هيكلم حضرتك النهاردة عشان نحدد ميعاد الفرح بسرعة عشان نقطع كلام الناس. أمال تفسر بإيه إنه طلب مني إن حضرتك تستناه النهاردة؟ طب ما إحنا مخطوبين بقالنا 3 سنين وهو ما طلبش حاجة زي كده، يبقى أكيد عايز يحدد ميعاد الفرح. وفعلا استنينا حمدي لحد ما وصل، بس كان مكشر وبيتكلم بأسلوب وحش جدا مع الكل. بقولك إيه يا عمي، أنا جاي النهاردة عشان أقول لحضرتك إن كل شيء اسمه نصيب، معلش أنا مش هينفع أتمم جوازتي على بنتك، وأظن أنت عارف السبب، فما فيش داعي إني أتكلم كتير وأجرحك، أنا حبيت أعمل الموضوع كده من غير شوشرة، وجيت أطلب الذهب وكل الحاجات اللي أنا جبتها، وكل واحد يروح لحاله. أنت بتقول إيه يا حمدي؟ هو أنت عايز تسيبني بعد الحب اللي بينا ده كله؟ عايز تتخلى عني في أكتر وقت أنا محتاجة لك تكون جنبي فيه وتدعمني؟ أنا دلوقتي مكسورة ومحتاجة أتقوى بيك، إزاي تتخلى عني؟ إزاي تتخلى عني يا حمدي؟ اسكتي بقى يا رؤية خلاص لو سمحتي، مش عايزك تتكلمي. بصلي يا ابني وكلمني، ملكش دعوة ببنتي. يعني أنت دلوقتي بعد ما وزعت صورها على أصحابك ونشرتها على الفيس جاي دلوقتي تقول إن أنت مش عايزها؟ طب كنت بتعمل كده ليه يا ابني؟ ما تسيبها بما يرضي الله، ولا انت لازم تسوق سمعتها وتخلينا مش قادرين نرفع راسنا في البلد؟ بقولك ايه يا عمي، هو انت هتجيبها فيا ولا ايه؟ انا معرف بنتك ان تليفوني اتسرق، وبعدين ما تاخدنيش انا بقى في الغلط، بنتك هي اللي عليها الغلط كله، بنتك اللي كانت بتتصور بهدوم البيت وبالعريان وتبعت الصور ليا، ويا عالم كانت بتبعتها لمين تاني؟ عشان كده الناس بدأت تتكلم عليها، وكويس قوي ان ربنا كشف لي الحقيقة دي قبل الفسمة تقع في الراس واتجوزها وتبقى على ذمتي. اخرس خالص قطع لسانك، اياك تتكلم على بنتي كده تاني، انت ازاي تقول حاجة زي كده؟ ده انت المفروض اول واحد تدافع عنها، انت عارف كويس قوي انها كانت بتبعت الصور دي عشانك، عشان للأسف كانت بتحبك وكانت مفكرة ان انت راجل، لكن انت لا طلعت راجل ولا طلعت تؤتمن، انت طلعت عيل تافه، وانا ياما قلت لها الكلام ده، لكن للاسف بنتي ما صدقتنيش. انت طلعت عديم الاخلاق، عملت اللعبه دي كلها واحنا مش فاهمين ليه، ما كنت تسيبها يا اخي من غير فضايح، لكن ايه انت اكيد بتعمل كده الخطه عشان تخلي سيرتنا على كل لسان. انا بصراحه ما يشرفنيش ان ارتبط بواحده زي بنتك، وعشان انا راجل ابن اصول جاي اطلب ذهبي وحاجتي بالذوق وفي هدوء، لكن لو رفضت تديني حاجتي هعمل لك قعده رجاله واقول في وسط القعده كل فضايح بنتك، صورها وتليفوناتها اللي مليين تليفونات الشباب، واظن اصلا ان محدش من الرجاله اللي هتبقى قاعده هيبقوا محتاجين اني اوريهم او اقول لهم اي حاجه، سيره بنتك على كل لسان في البلد والكل عارف فضايحها. ساعتها بابا بصلي وقال لي قومي يا رؤية، قومي اقلعي الدهب وجهزي كل الهدايا بتاعته وارميها في وشه، مش عايز اسمع نفسك، الموضوع انتهى، كفاية اللي حصل لينا بسببك لحد كده. فعلا سكت لان ما كانش في حاجة ان اقدر اقولها، كنت مصدومة فيه وكنت عمالة اعيط. ماما وبابا سابوا حمدي قاعد لوحده وقاموا عشان ما كانوش طايقين يبصوا في وشه، وانا قمت جبت الهدايا والدهب ودخلت اديهاله. اتفضل يا حمدي حاجتك ايه؟ بس انا عايز اعرف حاجة واحدة بس قبل ما تمشي، ليه عملت فيا كده؟ ليه سبتني وتخليت عني؟ وليه اصلا من الاول سوقت سمعتي؟ ليه يا حمدي؟ قولي سبب واحد عشان اقدر ارتاح واعيش بعد الصدمة الكبيرة اللي اتصدمتها فيك، ده انا كنت بحبك اكتر من حياتي، كنت ممكن اضحي بعمري علشان خاطرك. بقولك ايه، كل اللي انت بتقوليه ده كلام افلام مفيش منه اي داعي، ولو عايزه تعرفي انا عملت ده كله ليه هقولك بكل بساطه، انا في الاول خطبتك عشان ادبك واخلاقك وكنت واثق فيكي وعارف انك بنت تمام، ولما دخلك بيتي هكون مطمن ان انا مراتي بميت راجل، لكن بعد الخطوبه حبيت اختبرك، عملتلك اختبار صغير قوي وطلبت منك صور خارجه وصور بهدوم البيت، كنت متوقع انك هترفضي وهتبهدلي الدنيا، لكن انصدمت لما لقيتك بعتلي كل حاجة بكل سهولة، ده غير مكالمات الفيديو ولا الالفاظ اللي كنت بقولها لك وانت كنت بتتقبليها وبتضحكي كمان. ايوة انا كنت بعمل كده لكن بدافع حبي ليك، كنت بعمل كده عشان اراضيك مش اكتر،
انت ازاي تاخد الموضوع ده باني انسانة مش كويسة وعديمة الاخلاق؟ انا مستحيل اعمل كده مع اي حد. انا كنت بعمل كده معاك انت عشان بحبك وكنت واثقة فيك يا حمدي. وانا ايه يضمن لي ان انا اول واحد تعملي معاه كده؟ ما يمكن تكوني عملت كده مع اي حد قبل ما تعرفيني، وكنت برضو حجتك ان انت بتحبيه. انا واثق ان انت هتتخطبي او هتحبي واحد بعدي وهتعملي معاه نفس الحكاية. يعني الموضوع ما هوش واقف عليا، اكيد عملتي كده كتير قوي قبلي وهتعملي كتير قوي بعدي. انا مستحيل ادخل واحده زيك باخلاقك حياتي. انا عايزه اتجوز واحده ست محترمه اكون واثق فيها وانها مستحيل تخني. اخصى عليك يا حمدي، اخصى عليك. طب لما انت شايفني عديمه الاخلاق ومقرر انك تسيبني، ليه ما سبتنيش بكل بساطه بدل الشوشره والعمايل دي كلها؟ ليه نشرت صوري على الفيس؟ ارجوك قولي، ارجوك. انا عارفه ومتاكده ان انت اللي نزلت الصور دي، وعارفه ان الموبايل ما اتسرقش ولا حاجه. بقول لك يا رؤية، انا حاجتي معايا ودهبي معايا وخلاص يا بنت الناس، الموضوع انتهى بعد اذنك. بقى سابني ومشي، بقت دمي محروق ومش عارفة اعمل ايه. بقت حابسة نفسي في البيت بسبب سمعتي اللي بقت على كل لسان. ما كانش ليا حد اتكلم معاه لان كل اصحابي سابوني وتخلوا عني، بس كان ليا صاحبة قريبة مني قوي كنت بعتبرها اكتر من اختي. بس بقالها فترة كده ما بتكلمنيش، وفي يوم اضطريت ان اتصل بيها وقلت لها: ازيك يا سهام، وحشتيني قوي يا حبيبتي. ايه يا بت كل ده ما تكلمنيش؟ وعرفتي طبعا اللي حصل، وان حمدي سابني وبعني الندل الواطي. اخصى عليك يا سهام، انا زعلانه منك قوي. ده انا وانت كنا بنقعد نتكلم مع بعض بالساعات، وكنت بحكي لك عن كل حاجه. ايه اللي خلاكي اتغيرتي كده وبعدت عني؟ اهلا يا رؤية، معلش يا حبيبتي، اصل انا بصراحة ربنا بجهز لخطوبتي. نسيت اقولك ان خطوبتي بكرة، وبصراحة كنت هتصل عليكي، بس معلش بقى اتلخمت مع خطيبي. هبعتلك صورته حالا عشان اوريكي ان احنا اتصورنا واحنا بنشتري الذهب. ده جابلي شبكة كبيرة قوي. بقولك ايه يا حبيبتي، لما تشوفي العريس ابقي قرري هنفضل صحاب وهتيجي ولا لا. سهام لقيتها بعتت لي صورة على الواتس، وأول ما فتحت الصورة اتصدمت لما لقيت العريس هو حمدي. كلمتها تاني وقلت: ايه ده يا سهام، انت اتخطبتي لحمدي؟ حمدي اللي كان خطبني، وانت عارفة انه حب عمري، وكنت بحكي لك عن كل حاجة. بقولك ايه يا رؤية، بحكي لك بتحكي لي. خلاص يا حبيبتي، حمدي سابك وعارف ان انت سوري يعني بنت شمال وسيرتك على كل لسان. وجاني يا حبيبتي وفضفض كل اللي في قلبه، وقال لي ان هو بيدور على واحدة محترمة، وبصراحة ربنا ما لقاش احسن مني. انت فاكرة لما كنت زمان بتفضلي تحكي لي عن حمدي؟ بصراحة ربنا كنت معجبة بيه قوي. وانت بقى كنت بتروحي تحكي له قد ايه انا مؤدبة وملتزمة وما بعرفش رجالة ولا بمشي مع شباب، علشان كده كلمني. وعلى فكرة بيكلمني بقاله اكتر من سنة، وانا قلت له لا يمكن، انا ما بكلمش شباب، وبعدين انت خاطب صاحبتي عشان كده فشكل معاكي. ولعلمك حمدي ظروفه كويسة جدا، بس هو كان مستخسر فيك يجيب لك شبكة، علشان كده انت رضيتي بالدبلة والمحبس. انما انا يا حبيبتي حمدي جاب لي دهب ب100,000 جنيه، عشان تعرفي بس ان انا غيرك. بقولك ايه، انا اسفة يا رؤية، ما هقدرش اكلمك تاني. انا دلوقتي بحب خطيبي جدا وهنتجوز بسرعة، لان انا رافضة اني اخرج معاه ولا حتى اكلمه في التليفون، وهو عارف ان انا متربية مش زيك، واللي كان بيحصل زمان معاكي مستحيل يحصل معايا. بقولك ايه، يا ريت تنسيني خالص وتنسي حمدي، وما تحاوليش تكلميه ولا تكلميني، فاهمه ولا لا؟ سهام قفلت في وش السكه، لكن ساعتها كنت هتجنن، وبدات اكلم صحابنا كلهم، كانوا كلهم عارفين اللي بيحصل، وكانوا عارفين ان سهام لفت على حمدي بقى لها اكتر من سنه، وكان عاجبها قوي، وان هما الاتنين كانوا بيخرجوا وبيتكلموا مع بعض. لكن للأسف صحابي ما كانش حد راضي يقولي، وكانوا خايفين عليا من الصدمة أو إني ما صدقش. وبيني وبينكو لو أي حد كان قال لي أي حاجة على حمدي ما كنتش هصدق. أنا كنت بحب حمدي أكتر من نفسي، كان حمدي ده بالنسبة لي الهوى اللي بتنفسه. بقولك يا أم رؤية، أنا عايزة أتكلم معاك أنت رؤية، وأنت ورؤية في موضوع مهم. بصراحة ربنا
أنا مبقتش مستحمل نظرات الناس، الناس بقوا بيتكلموا عليا في الرايحة وفي الجاية، وبصراحة ربنا كده بقول إن إحنا نسيب البيت ده نأجره حتى، ونروح نتأجر في أي بلد تانية تكون بلد بعيدة محدش عارفنا فيها. والله يا أبو رؤية عندك حق، ده أنا يا أخويا أول ما بنزل السوق النسوان بتفضل تبصلي من تحت لتحت وتتكلم عليا وتتغمز، وقولوا بنتها بنتها مفضوحة والبلد كلها عارفة فضايحها، ده غير إن المنحوس خاطبها راح اتجوز البت سهام صاحبتها، وفضيحة بنتنا بقت على كل لسان. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل. خلاص يا ام رؤية، احنا دلوقتي ما بقاش في ايدينا حاجة غير ان احنا نشوف مستأجر لبيتنا ونمشي لأي بلد بعيدة. وانا الحمد لله كلمت واحد صاحبي في بلد جنبنا وشاف لي بيت ايجار هنقعد فيه، وفعلا في خلال 3 ايام بالظبط كنا عزلنا من البلد وأجرنا بيتنا كمان، وعد على الموضوع ده حوالي 5 سنين، ورغم كده ما قدرتش أنسى ولا قدرت إن أنا أرجع لطبيعتي تاني، بس مش حزن ولا ندم إنه سابني، لا بعيد عنكم كان غل ورغبة في الانتقام كانت بتزيد كل يوم في قلبي، بس ما كنتش عارفة أعمل إيه عشان أقدر أنتقم منه. المهم إن في يوم عملت إيميل محدش يعرفه، وبقيت أدخل صفحته هو وسهام وأشوف أخبارهم إيه، وعرفت إنهم دلوقتي عندهم 3 أولاد، وكانوا بينزلوا صورهم على الفيسبوك وفرحانين بحياتهم قوي، وكان حمدي دايما بينزل بوستات يقعد يقول فيها شعر عن حبه للست سهام. ما بقتش مصدقة إن بعد اللي عملوه فيا عايشين بالسعادة دي، حتى ضميرهم عمره ما أنبهم. وفي مرة وأنا فاتحة صفحتهم لاحظت إن هشام أخو حمدي معلق له، وأنا عارفة إن هشام يبقى أخوه الكبير وأخوه الوحيد، وعارفة برضو إن هشام هو صاحب الخير والعز، وحمدي كان مجرد واحد واقف في المحلات بتاعة هشام. دخلت على إيميله وبدأت أبعت له رسائل، لأني قررت إن أنتقم، والانتقام مش هيجي غير من ناحية حمدي. وفي يوم كنت قاعدة بكلم هشام على الفيس وقلت له ازيك يا هشام، انا عارفة انك ما تعرفنيش، بس انا بصراحة كده معجبة بيك قوي ونفسي اتعرف عليك، فلو انت حابب ان احنا نكون اصدقاء هكون سعيدة جدا بموافقتك دي. كنت عارفة ان انا اللي بعمله ده جنان، وكنت عارفة ان ممكن تكون اخرته وحشة، وبس انا اعتمدت على الحظ، خصوصا ان عارفة ان هشام اخو حمدي ساذج قوي وطيب زيادة عن اللزوم، وممكن اي بنت شاطرة تعرف تضحك عليه وتكسبه لصفها، وانا اعتمدت على النقطة دي. وبعد ساعة لقيته رد عليا وفضلنا نتكلم، بقى كل يوم يبعتلي هو قول لي بعتلي صورتك، وانا طبعا كنت برفض، فضلت اتكلم معاه وشغله لحد ما بقى يعشقني، لدرجة ان يوم ان اليوم اللي ما كنتش بكلمه فيه كنت بلاقيه بيبعتلي رسائل وبعيط فيها. وفي الوقت ده قررت اضرب ضربتي الكبيره، اخيرا اديتيني رقم تليفونك، بقول لك ايه بقى، انا اصلا ما اعرفش اسمك، احنا بقالنا حوالي 4 شهور بنتكلم، انا حبيتك جدا وبقيت متعلق بيكي، انا عايزه اشوفك، ومش بس اشوفك يعني، انا عايزه اروح اخطبك من ابوكي، اظن يعني ان ده من حقي، احنا بقالنا كتير قوي بنتكلم، وانا اليوم اللي مش بتكلميني فيه بيبقى ما بيمرش عليا، انا حبيتك قوي، ارجوكي خلينا اشوفك واعرف اسمك واعرف كل حاجه عنك. خلاص يا هشام، وانا واثقه فيك، انا دلوقتي هعرفك مكان كافيتيريا قريبه من بيتي هتجيلي عليها، وانا كمان عايزه اشوفك وعايزك تتاكد ان مهما حصل ومهما كان قرارك انك تكمل معايا او تبعد عني انا موافقه عليه وعذراك، لاني عارفه ومتاكده ان هيحصل مشكله كبيره قوي لما تعرف انا مين. انت بتقولي ايه؟ انا بقولك انا حبيتك قوي ومستحيل مستحيل اسيبك ومستحيل تحصل اي مشاكل، المهم ان انا اشوفك واعرفك واتقدم لك كمان، وهتعرفي ساعتها ان كنت راجل وقد كلمتي ولا لا. ورحت في الميعاد اللي كان هشام مستنيني قبل الميعاد بساعه، وقعد في الكافيه، اول ما شافني بص لي وقال معقول انت اللي كنت بتكلميني على الفيس يا رؤية؟ انا بصراحه مش مصدق عيني، دي اخر حاجه تيجي في دماغي انك تكوني انت اللي بتتكلمي على الفيس، انا مش مصدق اللي بيحصل، دي حاجه كده عامله زي افلام السينما.
أنا كنت عارفة ومتأكدة إنك هترفض حبي ليك وهتضحي بيا، عشان كده كنت خايفة إنك تعرفني أو تعرف شخصيتي الحقيقية. بس على العموم يا هشام أنا مش مستغرب، ما هو زمان أخوك سوق سمعتي وضيعها، عشان كده أنا خلاص بقيت حاسة إن العيلة دي كلها واقفين ضدي. أخوك زمان سابني وفضحني وراح اتجوز واحدة تانية، ودلوقتي أنت بتضحي بيا عشان كلام الناس وعشان كمان أخوك. كان لازم أتوقع الحكاية دي من الأول وأدفن حبي ليك في قلبي. على العموم أنا آسفة جدا إن جبتك كل المشوار ده على الفاضي. خلاص انسى كل اللي حصل، وأنا كمان هنسى حبي ليك، ومن هنا ورايح مش هكلمك تاني. أرجوك استني يا رؤية، بلاش تمشي وبلاش تظلميني. أنا مش زي حمد أخويا، أنا شخصية مختلفة عنه خالص، وأنا كنت رافض الطريقة القذرة اللي هو استعملها معاك عشان يسيبك. يعني أنت عارف يا هشام إن أنا كنت مظلومة وما عملتش أي حاجة من اللي أخوك وسهام قالوا عليها؟ للأسف أنا كنت عارف كل حاجة وكنت رافض الطريقة دي، بس للأسف ما قدرتش أعمل له حاجة، لأن حمدي في النهاية يبقى أخويا، وأنت عارف إنه أخويا الصغير هو متدلع على الآخر، وللأسف ما كناش بنقدر عليه ولا حتى بنقدر نرفض له طلب. طالما خايف على زعل أخوك وخايف إنك تخسره، يبقى قعدتنا مع بعض دي ملهاش أي لازمة. بكل بساطة كده أنت هتخاف برضو على زعل أخوك وهترفضني، يعني في كل الحالات أنا اللي خسرانة. يبقى من الأفضل إني أنسحب من دلوقتي. أرجوك يا رؤية استني، أنا في الأول ما كنتش أعرفك كويس وما كنتش بحبك، عشان كده نصحت أخويا كتير بس ما وقفتش قدامه. إنما دلوقتي أنا بحبك وما أقدرش أستغنى عنك، ومستعد أخسر الدنيا كلها عشانك. يعني لو والدي ووالدته رفضوا إن أنا أتجوزك، بكل بساطة أنا عندي بيت تاني وممكن نتجوز فيه كمان. أنا شريك يا رؤية وعايزة أتجوزك. أنا من رأيي برضو إن أنت تدي نفسك فرصة تفكر فيها، وبلاش تتسرع في قرارك، عشان جوازك مني معناه إن أنت هتخسر أهلك كلهم. يا رؤية أنا جاية أقابلك النهاردة وعامل حسابي إني أقابل والدك، عشان أنا مقرر إنك هتبقي مراتي، وده قرار أنا مش هرجع فيه. ولازم تعرفي إني مش زي حمدي، أنا راجل وبحترم كلمتي وبحترم الست اللي معايا، وبعرف إزاي أحافظ عليها. وتأكدي إن محدش هيقدر يحرجك ولا يهينك بكلمة طول ما أنت تخصيني. أنت مش عارف أنت طمنتني وفرحتني قد إيه. أنا دلوقتي بقى هقعد معاك وأنا مطمنة ومبسوطة إني مع راجل عارفة ومتأكدة إنه هيحافظ عليا. بقولك إيه يا بنت الناس، عشان أنا بحبك وبحافظ عليكي بجد وهكون أمين معاكي، ما ينفعش نفضل قاعدين مع بعض أكتر من كده. لو حد شافنا ممكن يتكلم عليكي، وأنا مستحيل أسمح لأي حد إنه يجيب سيرتك بكلمة واحدة. عشان كده هشام خدني ومشينا، وبصراحة كنت مفكرة إنه هيراجع نفسه ومش هيجيلي تاني. بس في نفس اليوم بابا رجع من الشغل وفاجئني بإن هشام زاره في الشغل. أصل أنا نسيت أقول لكم إنه خد مني عنوان شغل بابا قبل ما يمشي. تعالي يا رؤية، تعالي يا بنت اقعدي، عشان عايزك في موضوع مهم قوي، بس عايزك تجاوبيني بصراحة ومش عايزك تكذبي عليا. هو أنتي بتتكلمي مع هشام أخو حمدي؟ بصراحة ربنا الراجل جاني وقابلني وقال لي إن أنتي اللي اديتيله عنواني ورقمي كمان، فجاوبيني بقى بصراحة عشان ما نزعلش من بعض. بصراحة يا بابا أيوة أنا اللي عملت كده، ومش عايزة حضرتك تزعل مني، يا ريت تفهمني وتسمعني الأول. ساعتها أمي ردت وهي متعصبة وقالت تاني يا رؤية، يعني هو احنا يا بنتي ما كفناش اللي شفناه منهم، انت كمان رايحة تكلم اخوه وعايزاه يجي يخطبك؟ كفاية يا بنتي بهدلتنا، احنا سيبنا بيتنا الملك ومتبهدلين في ايجار وفي بلد ما نعرفش فيها حد ولا حد يعرفنا بسبب كلام الناس، بسبب حمدي وعمايله فينا. انت عايزة مننا ايه بالظبط؟ انا بجد ما بقتش فاهمة دماغك. خلاص يا ماما لو سمحتي بقى، فيه ان انا مش قادرة اتخطى اللي حصل لي يا ماما، فيه اني عايزة حاجة تردلي سمعتي وكرامتي في البلد اللي انا عشت وتربيت فيها. عايزة نرجع تاني بيتنا واحنا راسنا مرفوعة، واحنا محدش يقدر يتكلم علينا، ومش هنقدر نعمل كده الا اذا دخلتي واتجوزتي في نفس البيت اللي طلع عليا كلام وسمعة منه. والله يا امي ما هرتاح غير لما اخد حقي وحقكم وارد كل اللي اتعمل فيا اضعاف مضاعفه.
خلاص يا بنتي، خلاص يا رؤية لو سمحتي. أنا فاهمك يا رؤية وفاهم وجعك، بس أنا خايف يا بنتي، خايف إن هشام ده يكون بيلعب بيكي وبعد فترة ترجعي لي بوجع جديد بعد ما صدقت إن أنت خلاص بدأتي تنسي وتتخطي اللي حصل لك. فأنا عايزك تسيبك من هشام ده وتشوفي حياتك. هو مين قال لحضرتك يا بابا إن أنا نسيت ولا اتخطيت اللي حصل معايا؟ أنا بحاول أمثل عليكوا بس عشان ما اجرحكمش تاني، لكن أنا عمري ما نسيت ولا اتخطيت اللي حصل. أنا كل يوم بنام وأنا دموعي مغرقة سريري، وبتمنى إن سهام وحمدي يجوا قدامي عشان أقطعهم حتت. نفسي يا بابا أوجعهم زي ما وجعوني. أنا ما غلطتش إني حبيت واحد ووثقت فيه، وكنت بحكي لصاحبة عمري اللي كنت بعتبرها أختي. ما كنتش أعرف إنهم هيطلعوا بالقذارة دي، علشان كده يا بابا أنا لازم أنتقم منهم. فأمي ردت وقالت: وانت فاكرة نفسك يا بنتي هترتاحي لما تتجوزي هشام؟ بالعكس، ده انت هتتعبي أكتر، ووجعك كل يوم هيزيد أكتر وأكتر لما تشوفيهم قدام عينك وهم عايشين حياتهم وبيتدلعوا قدامك وفرحانين. صدقيني يا بنتي ابعدي عنهم عشان ترتاحي. لا يا ماما مش هبعد، وانا اللي بوعد حضرتك اني هخليهم يشوفوا مني وجع محدش شافه قبل كده. والله لا خليهم يبكوا بدل الدموع دم، لازم اخليهم يفضلوا فاكريني لاخر يوم في حياتهم. صدقيني يا امي، صدقيني مفيش حاجه هترد اعتبارنا في البلد الا اني ادخل البيت اللي كان السبب في تسويق سمعتي وخروجنا من البلد. بس انا المره دي داخله وانا عروسه لابنهم الكبير الفالح اللي بيجيب الفلوس وكلهم بيحترموه. ابويا اتكلم وقال: انا فاهم وضعك يا بنتي، وعشان كده هنفذ لك اللي انت عايزاه، واتمنى ان هشام يكون افضل من اخوه وما ندخلش في مشكله جديده احنا مش قدها، لاني بصراحه ربنا ما بقتش استحمل اسمع ولا كلمه واحده بس من حد تاني. وعلى العموم انا قلت لهشام لو متمسك بيكي وعايزك لازم ابوه وامه يجوا لحد هنا ويطلبوا ايدك مني، ونشوف بقى هو هيقدر ينفذ كلامه ولا لا. فعلا يا بابا عندك حق، انا كمان اشترطت عليه، ولو ما نفذش الشرط ده يبقى ما يلزمنيش. وما تقلقش يا بابا، انا خلاص اتعلمت الدرس ومش هضحي بعد كده، انا هعيش عشان اخد حقي وانتقم من اللي ظلموني. وفضلت مستنيه عشان اشوف هشام هيعمل ايه، وطول الفتره دي ما كنتش بفتح الرسائل بتاعته ولا برد عليه، وعرفت ان ابوه وامه كانوا رافضين وجودي في حياتهم. كان بيبعت لي رسائل تقطع القلب، وكان بيقعد يوصف لي قد ايه انه مش قادر يستغنى عني ونفسه يسمع صوتي، بس انا ما كنتش برد على رسائله لان خلاص قلبي مات. وعد على الكلام ده شهر، وفي يوم لقيت هشام بخبط على باب بيتنا، ولما ابويا راح فتح له شفنا اللي ما كناش ابدا نتصور ان احنا نشوفه. والحد هنا بتخلص الحلقة، استنوني بكرة علشان نشوف رؤية هترجع كرامتها من العيلة دي ازاي. بكرة الحلقة الأخيرة، مستنياكم.